كابكان باي توتال انرجي. البداية مع آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي في ريكاب كان في الكامرون مع مبعوثنا الخاص أنيس السحباني. أنيس أهلا بك. مرحبا بك سلام، تحية ليك ولكل المستمعين في فام. الأخبار جينا من المنتخب الوطني التونسي الحقيقة مستارة برشا باعتبار تم تأكد من 6 إصابات بفيروس كورونا. نحكي على اللاعبين هاني سليتي وهان تزكار وسام الحدادي ومحمد دراكر في لامبرون وعصام الجبالي، يعني 6 ملاعبين هذوما ماهوش باش يكونوا موجودين نهار الاحد ضد المنتخب الموريتاني في اطار الجوله الثانيه من النهائيات الافريقيه. برشا خيرات اسلام كيفاش تصابوا الملاعبيه وقتاش شكون الملاعبين الاساسيين، هل هما برشا نعيم السليتي وطبعا ديلان برون، هل انه كل نستحق ان يكون محمد دراجر في المباراه القادمه؟ يعني برشا تساؤلات الحقيقه. الفيروس هذا قاعد يضرب في كل المنتخبات حتى لاعبيه من المنتخب السنغالي في كيس من المنتخب السوداني. انت شارك بصفه كبيره ياسر في الكامرون في المده هذيا في الايام هذيا، والحاجه اللي ما طمنش اسلام انه اللاعبيه هذوما كانوا البارح موجودين زاد في الحصه التدريبيه للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم، وبالتالي انا لا قادر ممكن حتى قراءتي الشخصيه ننتظروا زاد لاعبيه اخرين في قادم الايام، لانه يعني تعرف لو فهموا لاعبيه منهم ما كانش عندهم حتى الاعراض بالكل، ما عدا بالطبيعه نايم اسليتي اللي كانت عنده ويوانتوس جارد ما كانش عندهم اعراض، وعند القيام بالتحاليل طبعا تبين انه اللاعبيه هذوما اصيبوا. وذكر بالقانون الداخلي للاتحاد الافريقي اسلام الزوز اللي يسكنوا فرد بيت واحد منهم يتضرب الزوز يتم اخطائهم بالطبيعه، الزوز يعتبروا مصابين بالفيروس. يعني الحقيقه السته هذو ما ناس يسكنوا مع بعضهم فما معناتها بالنسبه للملاعبيه هذوما فما اللي يسكنوا معهم وفما اللي لا. اي معناها اذا كان لا معناها الملاعب حتى اللي راقد معناتها مع واحد من الملاعبيه هذوما مش راقد ايكارتي ولا؟ اي ماك تعرف اسلام هذه فما 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 شويه بين قوسين تخديم مخ، ينجم واحد منهم ما اصيب والاخر ما اصيبش ينجم يقول له معناتها حتى حد ما ينجم يفيق اذا كان تقول لي راه ماهوش يسكن. نتصور اذا كان الكاف خذت الاجراء هذا نتصور كل معناتها واخذه ارقام البيوت نتاع اللاعبيه وسكنوا مع بعضهم معناها نتصور من الاول معناها. ورئيس اللجنه الطبيه تعرف هو الدكتور هديع الجيري، يعني ما تلزمش على حساب هذا. فهو منتخب كما الاخبار تقول انه منتخب السنغالي عنده 10 ملاعبيه مصابين بالكورونا، وفما فما شكون يقول المنتخب السوداني عنده 12 لاعب مصاب بالكورونا، يعني المباراه الجايه ما ينجمش يلعب لا هذا ولا هذا. تعرف الاتحاد الافريقي لكره القدم يحب يكمل هالمسابقه هذيا باللي جاي، المهم عطينا نكملوا المسابقه، يعني الامور الحقيقه خذت منحى اخر بعد مباراه تونس والمنتخب المالي وبعد اللي صابت توا بالكورونا، يعني الامور ماشيه تتعب برشا، لانه انا لا قدر اذا كان مش نتبع حرفيا تعليمات الاتحاد الافريقي باش نلقاو منتخب واحد من المنتخبات المره الجايه ما ينجمش يلعب مباراه وما عندكش الوقت باش تعوض له الماتش. يعني امور ماشيه وتولي اصعب في هذه الكاس الافريقيه، حتى الزملاء الصحفيين تعرف خوف ولا كبير لانه تقريبا نتنقلوا تقريبا جميع معناتها قدر واحد ولا اثنين يصابوا، فمعناتها كامل الوفد يولي يتمخ في هذه النهائيات الغريبه الحقيقه حتى توا اسلام في هذه الكاس الافريقيه. على كل المنتخب الوطني اليوم باش يدرب حصه او يكلو خمسه بتاع العشيه غدوه ان شاء الله نعاودوا نتنقلوا لمدينه لمبي، لانه فما ندوه صحفيه للمدرب منذر كبير مع واحد من اللاعبين، والعشيه باش تكون التمارين الرئيسيه كالعاده في نفس الملعب في سانتونري ستاديوم ملعب فرع في لمبي، ونهار لحد ان شاء الله الخمسه باش يكون على موعد مع المباراه الثانيه والهامه والاهم نعتبروها ضد المنتخب المالي، لانه خساره واحد منا والمنتخب موريتانيا عفوا خليه تقريبا يغادر المسابقه، وبالتالي ان شاء الله كل التمنيات بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي رغم الظروف الكل اللي كنت نحكي عليها. يعطيك الصحه انيس، ان شاء الله بعد تدخلك معنا في الايميسيون تكون الاخبار اسعد شويه على الاقل. ان شاء الله. هو راهو احنا سلام قبل ما نكمل معاك راهو معناتها انا كنت معناتها حتى الوفد الاعلامي الحقيقه معناتها الناس كل